خير شيخ. ما هي أوقات الوتر ومتى تكون قانوت مشروع؟ أوقات الوتر تطلع للعشاء إلى طلوع الفجر، أول الليل وأوسط الليل وآخر الليل، كل وقت للوتر. ومن نام عن وتره فلا من يقضي أوله بعد طلوع الفجر. أما القنوت فالقنوتان، القنوت الذي علمه عن النبي صلى الله عليه وسلم آل النبي قال: اللهم اهدني لمن هديت وعافني لمن عافيت، هذا لا باس ياتي به كل ليله في الوتر. اما القنوت اللوازم فانه يقنط لها عند حلولها، وخاصه اذا عظم الايمان بها. نعم.